بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم مع سلسلة تمارين اون الكتروتكنيك مع لي سيركوي مونوفازي. طبعا هذه التمارين بالحل تاعها موجود في الرابط اللي يظهر على الشاشة. اليوم إن شاء الله نشوفوا التمرين الثاني. L'énoncé une puissance de 300 watts. تكون عندك ارقام او قوانين او حاجه من هذا القبيل، والمعلومه تكون مذكوره في جمله، يعطيك معلومه تحتاج تستغل المعلومه هذيك باش توجه. يعني ممكن يكون عندك زعما احتمالين دو فورمول ممكن تستعملهم، لكن المعلومه هذيك ترشدك انه لازم تستعمل هذا لا فورمول وماشي هذا لا فورمول، او تاخذ هذا الطريق وليس هذا الطريق. اذا نحن نبداو نشرحوا ليكزيرسيس تاعنا. Une puissance de 300 watts est dissipée dans le circuit serré de la figure 1.23 dans le facteur بحيث, le facteur de puissance est de 0.6 inductif. هذا لنصي نتاع الاكزرسيس. لوكا نحب نخرج منه المعطيات والمعلومات الموجوده. مثلا المعطيات عندي une puissance de 300 watts. واش من لا بيسونس اكتيف ابارونت رياكتيف؟ ما على بالكش، على بالك هو ما ذكرهاش، لكن عطالك معلومه توجهك. المعلومه شكون؟ المعلومه هي النور، راه يقول لك وات لينيتي هنايا، لاحظوا بلي راهي وات. دونك سي اون بيسونس اكتيف، هذه سي اون بيسونس اكتيف. اذا هذه الحاجه الاولى، اذا عطالي اون بيسونس اكتيف دو 300 وات. Il dissipe dans le circuit. Dans le circuit. Donc, c'est la puissance active totale consommée par le circuit. Mais dans la résistance R1. Mais dans l'impédance Z. Dans le circuit. Et c'est une puissance active totale. Dans le circuit. Mais le mot d'Okhra, il dit qu'il y a un circuit serré. Et dans la dissipation, il y a un circuit serré. Il y a un circuit, les éléments qui sont en série, il y a beaucoup de choses qui sont تستخرج بلي كاين لو ميم كورون كي سيركول، تستخرج بلي تقدر تصومي لي زامبيدونس هادو، تقدر تجمعهم. دونك هذه ايضا سي اون انفورماسيون. عطانا لو فاكتور دو بيسونس 0.6، هنا هضر على لا بيسونس ديسيبي دون لو سيركوي دون لو فاكتور دو بيسونس، بحيث لو فاكتور دو بيسونس. اذا تعمل هذا لو فاكتور دو بيسونس تاع لو سيركوي، اذا ايضا سي عطانا كوس في توتال، وعطا هنا يساوي 0.6. عندي معلومة أخرى، هذه عندي معلومة أخرى اللي هنا نشوفوها، يقول لك انديكتيف، عندك ان فاكتور دو بيسونس انديكتيف. واش معناه انديكتيف؟ هذا يستلزم باللي في الزاوية تاعنا أكبر من الصفر. إذا لما يقول لك انديكتيف لازم تعرف باللي الزاوية في أكبر من الصفر، ولما يقول لك كاباسيتيف لازم تعرف باللي الزاوية أصغر من الصفر. وين تحتاجها المعلومة هذه؟ تحتاجها في لا بيسونس رياكتيف. La puissance réactive راح تدي سينوس في. إذا تحتاج تعرف اسكو في راهو بوزيتيف أو نيجاتيف باش تعرف تاخذ الفي ودير له السينوس، لأنه سينوس موان 30 وسينوس 30 ما يخرجوناش كيف كيف. بار كونتر كوسينوس 30 وكوسينوس موان 30 يعطوني لو ميم ريزولتا. علاش؟ لأنه الكوسينوس دالة زوجية. إذا سينوس موان إكس عفوا كوسينوس موان إكس إيتيكال كوسينوس إكس. بار كونتر لو سينوس دالة فردية فونكسيون إمبير. Donc, sinus moins x est égal à moins sinus x. Et donc, il y a 9 sénatiques. Et donc, on peut savoir est-ce que le courant est en avance par rapport à la tension ou l'axe. Qui est inductif, le courant est en retard par rapport à la tension. On peut le mettre en retard. La tension est en retard. Par contre, qui est capacitif, le courant est en avance. La tension est en retard. Et donc, tous les éléments, معلومات مذكورين في كلمة واحدة انديكتيف، هذه سي اون انفورماسيون.
الآن ما هو المطلوب؟ إذا على بالنا دوك الآن المعطيات والمعلومات يعني كلهم استخرجتهم مش كاين. الآن ما هو المطلوب؟ لأنه حنا ننطلق من المعلومات والمعطيات ونستثمر فيها ونحاول نلقاو الطريق اللي وصلنا للمطلوب اللي هو الجواب على السؤال. هنا يقول لنا ديتيرميني لا بيسونس ابارونت ابسوربي انسي في لامبيدونس سيري زد اللي عندها دي زيليمون ال اكس دو سيركل. اذا حنا المطلوب تاعنا نلقاو لامبيدونس زد معناها نلقاو لا ريزيستانس تاعها اي لا رياكتانس. على بالكم بلي لامبيدونس تكون من زوج حاجات ريزيستانس اي رياكتانس. انا هنا نسيت ايضا معلومه اون دوني وانا قلت نسيت معطيه مهمه اللي هي هذه ار ان تساوي 3. دونك عطاني ار اش تساوي 3 اوم وايضا راه يعطيني معلومه بلي هذه سي اون ريزيستانس. دونك اكس ا تساوي 0 هذه سي اون ريزيستانس بيور دونك ما عندهاش رياكتانس هذه مقاومه دونك عندها غير لابارتي ار ما عندهاش لابارتي اكس. اذا هذو هما المعلومات والمطلوب هو الغازات لا بيس ابارونت باش نهضر عليه لانه تخرجنا في نص طريق يعني اثناء وحنا نحلو نحوسوا على زاد راح تخرج لا بيسونس ابارونت وحدها باش ما نضيعوش الوقت. هذه بالعقل بالطولة بالممارسة تولو تحلو سؤال مباشرة بلا ما تفوت على التدرج على تاع بيسونس ابارونت ثم لامبيدونس. اذا عندي الان المعطيات كاملة والمطلوب هو نلقاو لي زيليمون تاع زاد معناها راح نيدونتيفيو الامبيدونس هذه زد انكون عندنا امبيدونس انكون في السيركوي نحاولوا نتعرفوا القيمه تاعها يعني لا بارتي ريال تاعها ولا بارتي ايماجينير تاعها. لا بارتي ريال سي لا ريزيستانس ولا بارتي ايماجينير سي لا رياكتانس. الان واش ندير؟ نروح انا هنا باش نبدا نحل التمرين ونجي لابليكاسيون هذه. الان حطيت المعطيات كلهم هنا كيما راكم تشوفوا عندي لا طونسيون توتال عطاوها لي نسيتها من قبل طالي لا طونسيون توتال هي هنايا هيا كهنا عطاني لا طونسيون توتال هنا لا طونسيون عطاوها لنا لا بيسونس توتال اكتيف قلنا عطاوها لنا عطاونا لا ريزيستانس ار ان اكس ان استنتجناها بلي تيكال زيرو لو كوس في عطاوه لنا وقالوا لنا اندكتيف هذا يستلزم بلي في سوبيريور زيرو وعطاو لي سيركوي سيري هذه هضرنا واش فيها فيها لو ميم كورون كي سيركول فيها لا سون دي امبيدونس هذو كلهم دي انفورماسيون نحتاجوهم باش يوجهوني للحل. الان اخواني حاب نعلمكم كما كنت تكلمت في الفيديو اللي قبل هذا كيفاش تخرج ان شوما تاع الحل. اون فوا تقدر تتعلم تخرج لو شوما دير في راسك باللي راح تربح شيئين تقلل الوقت المستهلك وتقلل من نسبة احتمال الخطأ تنقص. في البداية نعلمكم كيفاش ديروا ان شوما ومع التمارين نطيحوا في حالات وين يكون عندي مثلا دو شوما او طروا منطقيا كلهم يوصلوا لكن على حساب المعطيات اللي عندك ان شوما يخصوا فيه المعطيات دونك ما تقدرش تاخذ لو شوما هذا. ولما ان شاء الله لو وصلتوا لهذا المستوى هذا اللي هو ماشي مستوى كبير اذا وصلتوا له وتمرستوا فيها مليح باذن الله ما تغلط في حتى تمرين وما توليش تحصل. علاش؟ لانه عندك كل المسارات الممكنه وعندك المسار اللي يقدر يخرجك وعندك المسار اللي ما يقدرش يخرجك. لانه كثير من الطلبه التخمام تاعو صحيح لكن ما يصلحش في الحاله اللي راه فيها. الحاله اللي راه فيها المعطيات اللي عنده ما تكفيهش باش يروح في المسار هذا، لازم يدي مسار واحد اخر اللي يتلائم مع نوع المعطيات والمعلومات اللي عنده في التمرين. وهكذا لما يكون عندك كل شيء واضح قلت يا انا نروح منا ما نروحش منا، اذا الخطا يكون قليل، ما تضيعش وقت كبير تاع تحصل هنا وتبقى تعاود 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 ويغيب عنك يعني مخك راح يتحصر في جهه معينه وكنت انت تفتح مخك اوسع مما هو وتشوف كل ما موجود قدامك وتقول ها هو الطريق اللي راح يخرجني. اذا راح نبداو لو شومال كيفاش تخرجوه؟ تقدر تنطلق من المعطيات فير لا سوليسيون فير لوبجيكتيف وتقدر تبدا من لوبجيكتيف وتجي فير لي دوني. طبعا هو الاسهل واللي يظهر انك من المعطيات وتبدا تمشي، لكن اللي ما يكونش متمرس راح يتبحر لما ينطلق من المعطيات يلحق التفرعات ممكن يتبحر.
لكن لما يديماري من الهدف يبدا يرجع له يرجع له يرجع له، حتى وان بان له تفرع هو ما ينساش الهدف نتاعو، لانه الاشكاليه عند بعض الطلبه يتبحر ينسى الهدف اللي راح يوسع عليه اثناء ينشغل في البحث عن حل، من الحل هذاك ماشي هو المطلوب منه، يبقى كيما نقولوا حنا باتيني. دونك انا واش راح ندير لكم، ننطلق لواش راني حاب ونبدا نرجع له نرجع 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 حتى نغلق السلسله مع المعطيات. اذا تبعوني، المطلوب مثلا هو انه نحسبه زاد، هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا. الاوبجيكتيف تاعنا يا اخواني الكرام، اذا لازم نلقى، باش نلقاها لازم نلقى ار، نسميها ار زاد نسبه لزاد، ولازم عليا نلقى اكس زاد. علاش لازم نلقى هذه اخواني الكرام؟ علاش لازم نلقى هذه؟ لانه عفوا لانه زاد نتاعنا ما هي الا ار زاد زائد جي اكس. اذا لو كان نتوصل وين نلقى ار نلقى زاد، راح نقدر نلقى زاد. الان كيفاش نجيب ار زاد؟ لازم ننطلق من بعض المعلومات اللي عندي. اكتشفوا، نعاود نرجع لهنا، انه قالوا لنا سيركوي سيري. سيركوي سيري، اذا من المفروض واش نقدر نقول؟ نقدر بلي نقول ار توتال تاع السيركوي كامل مادام سيري راح تساوي الار ان زائد الار زاد. وبنفس الطريقه نقدر نقول بلي اكس توتال هي الجمع تاع اكس ان بلس اكس زاد. اذا انطلاقا من المعطيه هذه نلاحظ بلي نقدر الان نتخيل، تبعوني مليح، باستعمال ار توتال تساوي ار ان بلس ار زاد، يمكن نحسب ار زاد بشرط، بشرط واش هو؟ نكون نعرف ار ان، يعني نكون نعرف ار توتال، بشرط نكون نعرف، عفوا نكتبها جهل، بشرط نكون نعرف ار توتال. وكمعطيات عندي ار ان، لاحظوا بلي المعطيات راح نكتبهم هنا هكذا. اذا لاحظوا معايا بلي وشنو، انا انطلق من المعلومه هيا، عندي ار ان، عندي ار ان، لو كان نعرف ار توتال، لو كان نجيب ار توتال نقدر نحسب ار زاد. الان نحاول كيفاش نقدر نوصل ار توتال مع المعطيات اللي عندي، مع لي دوني اللي عندي. تقدر تلقى دو شوما، تقدر تلقى تروا شوما، ما يهمش. هنايا راح نقولوا باللي لا بيسونس توتال، تبعوني دائما لا فورمول راح نكتبها تحت السهم، لا بيسونس اكتيف توتال تساوي ار توتال فوا لو كورون او كاري. هنا واش استعملت باش تعرف واش راني نخمم؟ استعملت بلي عندي سيركوي سيري، اذا عندي لو ميم كورون كي سيركول دون لو سيركوي، صح. اذا عندي لا بيسونس توتال تساوي ار توتال فوا لو كورون توتال، اللي هو اي. ما نكتبش توتال، عندي لو ميم كورون في السيركوي، سواء اي ان ولا اي زاد ولا اي توتال هو اي. اذا هنا لا بيسونس توتال سي اون دوني، دونك راح نكتبها لهنا، لا بيسونس توتال سي اون دوني. واش لازم نعرف؟ لازم نعرف لو كورون، اذا لازم نعرف لو كورون. شوف كيفاش راني نرجع، صح. الان لو كورون كيفاش نقدر نجيبو؟ واحيانا تبعوني، ما نفرحش بزاف، خلينا نكمل هكذا، وكل تمرين يبانوا فيه ديكا بارتيكولي ونفهمكم فيهم افضل. الان حبسنا لقينا لو كورون، كيفاش يا اخوان نقدر نجيب لو كورون؟ انا راني نتحدث معاكم كيفاش نخمم من الداخل. لو كورون نعرف حاجه، انا عندي لا طونسيون وعندي لا بيسونس ابارونت، كاينه علاقه بين طونسيون كورون ولا بيسونس ابارونت. تقول لي بلي لا بيسونس اس تساوي لا بيسونس توتال بيان سور
سوي لا طونسيون فوا لو كورون، وانا عندي اون دوني تاع لا طونسيون، دونك لازم نعرف لو بيسونس ابارونت اس. دونك لو كان نجيب لا بيسونس ابارونت اس عندي لا طونسيون، كان نقدر نجيب اس نقدر نجيب لو كورون. كي نجيب لو كورون ونعرف لا بيسونس توتال نقدر نجيب ار توتال. كي نجيب ار توتال وعندي ار ان نقدر نجيب ار زاد. شوفوا كيفاش يعني لا لوجيك. صح دونك الان شكون اللي يقدر يعطي لي اس؟ اس عفوا نكمل بالكحل. اس انا نعرف يا اخواني باللي بي توتال تساوي اس بيان سور، هذه اس توتال كوسينوس في توتال. نكتبها واسعة خير، حب تكون الأمور واضحة لكم. مام هذه نفاصيها نديرها بالكحل باش تكون واضحة. هنا نقولوا بلي عندي اس، عفوا هنا نقول بلي عندي اس توتال. اس توتال، اس توتال نعرف انا بلي بي توتال تساوي اس توتال كوس في توتال. ا كونديسيون ان واش لازم نعرف باش نقدر نجيب اس؟ لازم نعرف بي و في اللي هما سون دي دوني. انا عندي هنايا بي توتال سي اون دوني والكوس في توتال سي اون دوني. اذا لحقت لاستعمال المعطيات برك. اذا نعاود نجي من البدايه وروح نهايه، دي مارت من النهايه. الان من البي توتال والكوس في توتال نقدر نجيب اس توتال. اس توتال باستعمال ان دوني وحده اخرى اللي هي لا طونسيون نقدر نجيب لو كورون. لو كورون باستعمال بي ايضا اللي سي اون دوني نقدر نجيب ار توتال. ار توتال باستعمال ان دوني ار ان نقدر نجيب ار زاد. وهكذا جبت ار زاد. الان لو كان نحب نجيب اكس زاد، اكس زاد بنفس المفهوم راح يتبدل والو. اكس زاد تحتاج نعرف اكس توتال على اساس انه اكس ا معلومه تساوي الصفر و اكس توتال راح تساوي اكس ا بلس اكس زاد. طبعا مباشره معناها اكس زاد هي اكس اكس توتال. الان اكس توتال باش نجيبها لازم لي يا اخوان لازم لي نعرف الكي توتال. علاش؟ لانه الكي توتال راح تساوي اكس توتال فوا اي. الان انا واش نقول هنا؟ ما نكتبش الكي توتال، هنا يولي لو كورون ولا سي اون دوني على جال حسبته مقبل. لو كورون ها وليك حسبته مقبل، دونك ولا بالنسبه ليا في هذه المرحله ولا سي اون دوني على جال حسبته. الان كيفاش نقدر نجيب الكي توتال؟ نقدر نجيبها باستعمال اس. علاش؟ لانه انا نعرف باللي نكتبها اون بلو نكمل في نفس المسيره. كي توتال راح تساوي اس توتال سينوس في، ا كونديسيون نعرف اس توتال. والاس توتال ولات لي سيتين دوني في المرحله هذه، نجيبها من المرحلة الأولى. الآن وصلنا تقريبا نهاية لو شومان تاعنا. الآن بقالنا كيفاش نجيبو لو سينوس. الآن اللي لازم نعرفوه هو لو سينوس في. سينوس في باش تقدر تجيبو تنطلق من الكوسينوس في، تنطلق من الكوسينوس في دي لار كوسينوس تجيب لونغل في، لونغل في تجيب سينوس مع المعلومة اللي عندك أنه في سوبيريور أ زيرو. دونك تعرف كيفاش دير لو سينوس تاعك، دير سينوس تاع النونغل بوزيتيف. إذا لاحظوا معايا ولي عندي الحل بسيط ومعلوم المسار، إذا ما نقدرش نغلط وما خربشتش بزاف، ما ضيعتش وقت كثير في إيجاد الحل، ويولي عندك على بالك واش راني ندير. الآن ما لو كان نبدا نحل التمرين أنت تولي عندك الأمور واضحة.
وتفهم افضل، لانه على بالك وين راني رايح، على بالك الخطوه الثانيه ما هي. احيانا بالنسبه للطالب تكون الامور مبهمه، انا على بالي واش راني ندير، بصح الطالب ما على بالوش واش راني ندير، ما على بالوش علاش راني نحسب اس، علاش راني نحسب الكورون. الان كي تشوفني نحسب بي، تعرف بلي باغي نحسب اس باش نحسب اي باش نحسب ار تي باش نحسب ار زد. دونك انت على بالك شغل عندك البلون وراك تبعني، ماشي كيما ما يكونش عندك البلون نقول لك امشي. دونك هنا تولي شغل مضطرب شويه. تبعوني الان واش نديرو اخواني، عندنا لو شيما هو هنا قدامنا. الان نلخصو في ايطاب 1 ايطاب 2 ايطاب 3. اذا اول حاجه لازم عليك تحسب لا بيسونس ابارونت اللي راح تساوي بي توتال سير كوس في. عاد تستعمل هذه المعادله. اون فوا عندك لا بيسونس ابارونت، دون لا دوزيام ايتاب تحسب لو كورون اللي راح يساوي اس على او. اون فوا تحسب لو كورون، دون لا تروزيام ايتاب تحسب ار توتال اللي راح تساوي بي توتال سور اي او كاري. اون فوا تحسب ار توتال تقدر تحسب ار زد اللي راح تساوي ار توتال موان ار، ار توتال موان ار. اذا عفوا على بالي يمكن ما يشتبه. ايوا هكذا، هذو هما لي زيطاب تاعنا. اذا انت عندك الحل تاع التمرين، جبناهم من الشيما تاعنا. في الخطوه الاولى نحسب لا بيزونس ابارونت، عندي لي دو، عندي لي دو دوني هذو، نجيب بهم لا بيزونس ابارونت. اون فوا لا بيزونس ابارونت ولات اون دوني، عندي لا طونسيون نقدر نحسب لو كورون، عندي لو كورون وعندي لا بيسونس نقدر نحسب ار توتال، عندي ار توتال عندي ار ا نقدر نحسب ار زد. وبنفس المنهجيه، بنفس المنهجيه دونك الان واش تحتاج انت، تجي تحسب لنا في الخطوه الاولى اللي هي الخطوه الخامسه باش تحسب، لانه يعني مازلنا في نفس التمرين، هذا افضل. الخطوه الخامسه تروح تحسب لا بيسونس رياكتيف توتال اللي راح تساوي اس توتال سير سينوس في، سينوس في بيان سور جيبها من الكوس في. لا سيزيام ايتاب تروح تحسب اكس توتال اللي هي لا بيسونس رياكتيف توتال سور لو كورون او كاري. دون لا سيزيام ايتاب تقدر تقول اكس زد تساوي اكس توتال كار اكس ا تساوي صفر اللي هي سيتون دوني. اذا لاحظوا اخواني انه الان خرجت الحل. اون فوا عندي اكس زاد ار زاد نقدر نحسب زاد اللي هي ار زاد بلس جي اكس زاد. اذا نظن انا بمجرد انه عندك لو بلون، عندك لو شيما، تقدر تحل التمرين وحدك، انه ما بقاش يسمى حل، بقى تطبيق، تطبيق عددي. اذا انا نتمنى انه هذا لا ميثود هذه تعلموها، تعلموا ديروا لو شيما، تخرجوا منه الخطوات، وتولي باذن الله مهما صعب التمرين، لانه في النهايه واش هي، عندك المعطيات، عندك المعلومات، يكون عندك ان باجاج تاع لي فورمول اللي عندك العلاقه بيناتهم. كيما هنا استعملت باللي اس تساوي اي فوا اي، لا بيسونس اكتيف تساوي اس كوس في، لا بيسونس رياكتيف تساوي اس سينوس في. دونك يكونوا عندك هذا، يقدر يكون مثلا اكزام دوكيموتوريزي، ولا تقدر تكون حافظهم، ولا ما يهمش. انا لهذا كنت نحب ندير دوكي موتوريزي، لانه الفايده انك تعرف تلقى الحل، ماشي تحفظ لي فورمول. عندك معطيات كيفاش تحسن استغلالها للوصول الى نتيجه لمعالجه مشكل، لايجاد حل لمشكله معينه. هنا في الحقيقه من المفروض يكون هذا هو الهدف نتاعنا. الان بعد ما خرجنا هذا الشيما والحل باذن الله يكون مفهوم، نعاود نرجع البي دي اف باش ما عنديش ابليكاسيون نيميريك والفيديو تجي طويل، ونشوفوا الحل كيفاش خدمناه. اذا نروحوا نشوفوا الحل تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنايا، اول خطوه حسبت نعرف لا فورمول هذه، دونك نقدر نجيب اس. دونك جيني 300 سور 06 جيني 500 فيا يونيتي تاع لا بيسونس ابارونت سي فيا. بعد اون فوا نعرف اس، نعرف انا بلي لا بيسونس ابارونت ايضا تساوي لا تونسيون فوا لو كورون. دونك نقدر نحسب لو كورون ونلقاه 10 امبير.
من بعد كي لقيت انا لا بيسونس عفوا، كي لقيت لو كورون نقدر نقول باللي زاد دو سيركوي. طبعا هنا الحل اللي راه في البي دي اف فيه ان اوتر شوما شويه ديفيرون على اللي حليته، مي كلهم كيف كاين تفاصيل صغيره برك. باغ اكزومبل هنا ديت زاد توتال تاع السيركوي اللي راح تساوي لا سوم. هنا استعملت لانفورماسيون بلي عندي سيركوي سيري، دونك نجيبها من القسمه تاع او سور اي باش نجيب زاد. تحصلت على زاد سيركوي جي 5 اوم لي نوت قسم 50 سور 10 لا طونسيون. من بعد لا بارتي ريال هي زاد كوس في تعطينا طوا، و لا بارتي ايماجينير هي زاد سينوس في تعطينا 4. ومن بعد نجي كيما حلينا مقبل ار توتال تساوي ار 1 بلس ار، دونك 3 تساوي 3 ولا بوت بلس 0، لازم الاخرى تكون هذه 0 اللي هي ار زاد هذه. والاكس سيركوي تساوي اكس اعلى بالنا تساوي 0، دونك اكس توتال تساوي اكس زاد وتساوي 4 اوم. هنا في بي دي اف درت اون دوزيام ميثود بحيث انه هذه هي اس في الحقيقه. هنا عندي بي تساوي او فوا اي كوس في، هذه سيتين دوني، هذه سيتين دوني، هذه سيتين دوني. نقدر نجيب ديريكتومون لو كورون، اون فوا عندي لو كورون يجيني كيما لو شومان اللي شفتو هذا. وين عندي لو كورون؟ دونك بي راح تساوي ار توتال اللي هي دو سيركوي فوا اي او كاري، هذه سيتين دوني، دونك لو كورون سيتين دوني، هذه سيتين دوني. نقدر نجيب ار سيركوي. اون فوا نجيب لو ار سيركوي نتاعنا كيما شفنا في لو شيما، نجي لا سوم تاعهم ونلقى بلي ار زاد تساوي 0. بنفس الطريقه نروح نحسب لا بيسونس رياكتيف اللي هي او فوا اي، هذه هي الاس في الحقيقه. الشيما تاعي شويه كان مفصل. او فوا اي سينوس في، هذه سيتين دوني، هذه عندي الكوسينوس دونك نقدر نجيب سينوس، دونك نقدر نحسب كيو. اون فوا نحسب كيو عندي لو كورون حسبته مقبل وحسبت كيو، دونك نقدر نحسب اكس. اون فوا نحسب اكس هي نفسها اكس زاد، نقدر نحسب اكس هي كيو سور اي او كاري. اون فوا عندي هذه تساوي 0، دونك تجيني اكس زاد تساوي 4 او. هنا لا بيسونس ابارون دونك راهي محسوبه، حسبناها الفوق في لا بريمير ميثود. اذا هذا هو الحل. انا حب قبل ما نحلو التمرين هكذا تتعلموا تخرجوا لو شيما، وبالطول ان شاء الله ممكن نولي نخرج لكم غير لو شيما. وعدكم الحل تلقاوه في الموقع، وبالتالي تقدروا تفهموا التمرين وتقدروا تعاودوا تحلوه وتقدروا تحلوا ايضا تمارين اخرى. اذا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، الى مقطع اخر ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم.